اسمي ندى محمود من الفيوم. عملت العملية مع دكتور أحمد عشان طبعا سريشت كتير وعرفت ان هو دكتور أحمد أكتر حد فعلا المتابعة معاه بتبقى كويسة بعد العملية، وده كان أهم حاجة عندي ان انا لما احتاج حاجة بعد العملية هو يبقى موجود هو والفريق الطبي بتاعه. طبعا كلهم كانوا كويسين، كانوا في أي وقت بحتاجهم كنت بلاقيهم على طول، دايما كانوا معايا، كان أي تعب كنت أحتاجهم فيه كانوا بيبقوا على طول بيردوا عليا. ما ندمتش ابدا ان انا عملت العمليه مع دكتور احمد، عاملاها من سنه تقريبا وكنت 110 وبقيت 80 كيلو يعني، ولسه بخس اكتر من كده بس يعني ربنا يسهل يعني.